دكتور فاطمة، مسابقة إناكتس أو الشباب العظيم ده اللي تم اختياره من جهات كتيرة جدا، المفروض إنه هيمثل مصر إن شاء الله. تاريخ تمثيل مصر في إناكتس الدولية عامل إزاي؟ أنا عارفة إن عندكم قصص عظيمة. الحقيقة يعني إحنا في إناكتس إحنا حققنا أكتر دولة من 36 دولة، مصر هي أكتر دولة كسبت الكأس العالم. فعلا؟ فعلا. إيه ده إحنا جامدين جدا. جدا. أنا ما أعرفش كده. الشباب المصري ذكي جدا جدا وفعلا لما يعني بيتوجد في بيئه يعني بتساعده ان هو يبتكر ويعني يقدر ان هو يقدم نفسه بطريقه مظبوطه، لا الشباب عندنا فعلا مبدع. يعني احنا طلعنا خمس مرات اول ومرتين تاني على العالم. يعني بصراحه احنا يعني الشباب عاملين مشاريع كويسه جدا ودايما بننافس وهم عارفين ان مصر قويه جدا، عشان كده هم بينافسوا بجد. السنة دي يا رب نرجع، احنا اخر ثلاث سنين احنا ابطال كاس العالم على فكرة، وفي 2019 سيادة الرئيس احنا ابطال كاس العالم، مش لازم في الكورة. مش لازم في الكورة.